السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، اللي بيكون في قارة الصحف لنهار اليوم الموافق ل 11 أوت 2016، وإليكم أهم العناوين التي تصدرت جرائد اليوم. نبدأها بجريدة الخبر، حيث أن الجزائر تفرض شروطا لتعاون أمني أكبر مع باريس. في نفس الجريدة الحرقة، لا قانون يردع ولا سجن ينفع. جريدة البلاد، ترقبوا أسعار ملتهبة وندرة في الأضحية، يجب توفير أماكن قانونية لبيع الأضاحي وإعادة الاعتبار لمهنة الموال. أخبار اليوم، هكذا ردت الجزائر على اتهامات بلجيكا. دائما في أخبار اليوم، هذا ما تخطط له بن غبريت الأمين العام لتنسيقية أساتذة الثانوي للعلوم الإسلامية، يكشف لأخبار اليوم. الاختيار بين التربية الإسلامية والأمازيغية ينذر بفتنة كبرى. وقت الجزائر، التقويميون يناشدون بوتفليقة الدفع إلى مؤتمر استثنائي. والسدود تلتهم 74 طفلا والبحر يبتلع 96 غريقا. آخر ساعة، فرصة استثنائية للجزائر لإعادة بناء اقتصادها، هذا ما صرح به رئيس بعثة صندوق النقد الدولي. وفي آخر ساعة دائما، الشروع في استغلال خدمة الويفي بشواطئ جيجل. ليبرتي لو اف امي ريكوموند دو بروفوند ريفورم ستركتوريل. Il estime que l'Algérie peut refaçonner son économie. Le soir d'Algérie, nous exhortons le président de convoquer un congrès extraordinaire. C'est ce qu'a déclaré le groupe D de Abdelrahman Belayat, interpelle Bouteflika. Toujours sur le soir d'Algérie, les énergies renouvelables intéressent les investisseurs et Louisa Hanoun estime que le pays est en péril. L'expression « les vraies raisons de la discorde, subvention, binationalité et peine de mort ». مرحبا بكم مجددا. محمد ديوانوغن الكاتب والإعلامي الجزائري معنا من الجزائر لتحليل أهم العناوين التي تصدرت جرائد اليوم. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أهلا أستاذ محمد. الجزائر تفرض شروطا للتعاون أمني أكبر مع باريس، هل ما زالت الجزائر تفرض شروطها على الدول الأوروبية وخاصة باريس في التعاون الأمني؟ لا، في التعاون الأمني بالذات الجزائر ما زالت لديها شروطها، لأن المقاربة الأمنية هناك خلاف إيديولوجي عميق فيما يخص ظاهرة الإرهاب بين النظرة الجزائرية ونظرة الدول الأوروبية وفرنسا بالذات. يعني من الصعب تحديد من هو الارهابي ومن هو من يجب مراقبته ومن يجب تسليمه ومن لا يجب تسليمه الى اخره، ومن يجب مراقبته بين الضفتين. يعني من عندما يتم الاتفاق على كل هذه الاشياء يمكن ربما ان يكون التعاون الامني ما بين الطرفين يعني يكون على مستوى. هذا يعني انا لا يوجد تبادل معلومات على مستوى المخابرات الى اخره، ولكن على المستوى السياسي على مستوى المواقف الرسميه من الصعب جدا الوصول الى يعني اتفاق بين الجزائر والدول الاوروبيه وفرنسا خاصه في هذا المجال. استاذ محمد، هل تتفق مع عنوان الخبر الذي يقول تراجع الثقه بين سلطات البلدين اثر على العلاقات الثنائيه وخاصه العلاقات الامنيه، لكن العديد من المسؤولين الفرنسيين والجزائريين صرحوا في العديد من المحطات بان العلاقات على احسن ما يرام ولم تكن حسنه بهذه الصوره منذ عقود؟ لا، العلاقات الجزائريه الفرنسيه عندما تقدمها وسائل الاعلام يعني في الضفتين سواء من الجانب الفرنسي من الجانب الجزائري، عندما تقدم في الاعلام على انها سيئه فهي ليست سيئة لتلك الدرجة، وعندما تقدم على أنها حسنة فهي ليست حسنة لتلك الدرجة. هي دائما مثل كما يقولوا مثل كما الترمومتر، يعني لما تكون هذه العلاقات يعني لما يكون يسد الهدوء في العلاقات الجزائرية الفرنسية فترقب دائما عاصفة، وعندما تكون عاصفة فأكيد هناك صفقة معينة تحضر إلى آخره في إطار هذه
التجاذب اللي نشوفه في وسائل الاعلام يعني حول العلاقات الدولية الفرنسيه، هي دائما هي علاقه تجاذب، يعني المصالح هي مصالح استراتيجيه، مصالح شخصيه ايضا، لان الفرنسيون او الجزائريون يعني الذين تربطهم علاقات عائليه، علاقات مصالح الى اخره، يعني لا يعدون ولا يحصون يعني كثيرون، علاقات تاريخيه. نفس الجريدة أي الخبر أستاذ محمد عنونت ثاني عنوان مهم تصدر الصفحة الأولى، هي قضية الحرقة، لا قانون يرتع ولا سجن ينفع. لازالت هذه الظاهرة تشهد استقطاب العشرات والعشرات من الشباب الجزائري، هل هذه الصورة وهذه الظاهرة توحي لنا بأن منظومة الحكم في الجزائر والسلطة في الجزائر فشلت في احتواء هذه الظاهرة وفشلت اقتصاديا واجتماعيا في إبقاء ونزع هذه الفكرة، فكرة الحرقة التي هي مخاطرة بحياتهم، هل هذا فشل ذريع للسلطة الجزائرية أستاذ محمد؟ عندما يكون هناك جزائري واحد يفكر في يعني في 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 رامي بنفسه في البحر من أجل مغامرة ويقمر بحياته، إما يوصل للضفة الأخرى من البحر أو يغرق في عرض البحر، فهذا في حد ذاته فشل الحكومة الجزائرية، فشل ذريع. لا يمكن، لا يعقل أن يكون مواطن يعني في راحة في بلده يفكر حتى في الهجرة العادية الشرعية، فما بالك بالهجرة السرية والمغامرة في البحر. فإذا كان هناك مواطن واحد ما زال يفكر في مثل هذه المغامرة فهو فشل. الظاهرة أعتقد بأن هناك شخصيا، أنا أعتقد بأن هناك تراجع في السنوات الأخيرة مقارنة بالحجم اللي كانت عليه في منذ سنوات قليلة، ولكن ما زلت موجودة. جميل. جريدة البلاد أستاذ محمد استبقت الأحداث وهي تتكلم على ارتفاع والتهاب الأسعار في وندرة كذلك في الأضحية في العيد الأضحى المقبل بحول الله، هل تظن أن البلاد بهذا العنوان أرادت وضع عنوان استهلاكي لا غير، أم أن القضية أخطر من ذلك وأن سماسرة السوق هم الذين سوف يفرضون على المستهلك الجزائري أسعار ملتهبة وخيالية للأضحية؟ هي من المفروض يعني أضحية العيد ماهيش ان انجو كما يقولوا بالفرنسي، ان انجو كبير، رهان كبير، بما انها سنه فالناس لهم الاختيار في ان يضحون او لا يضحون في عيد الاضحى، وبالتالي لا يمكن للتجار في عيد الاضحى ان يفرضوا منطقهم على الزبائن، ماهيش حاجه ضروريه يعني الانسان ماهيش متعلقه، ماهيش مساله حياه او موت. ولكن في الجزائر هذا الموضوع يعود في كل مره بمناسبه عيد الاضحى، في كل مره يعود هذا الموضوع تاع اضحيه العيد اشعارها الى اخره. هناك تضارب هذه المره، يعني انا التقيت شخصيا بمواليد قالوا لي الاشعار راهي احسن من السنه الماضيه، هناك موال اخر، هناك مصادر اخرى، شهادات اخرى تقول العكس. ربما هناك اختلاف من منطقه الى اخرى، لا ادري ماذا. مازال يعني العيد مازال شويه بعيد، مازال ما نعرفوش بالضبط حقيقه الموضوع. إذا تفضلت أستاذ محمد، لا يمضي أسبوع واحد حتى وتطالعنا الصحف بقضية جديدة في سلك التعليم، هذا هو العنوان الرئيسي في أخبار اليوم. ما تخطط له بن غبريط الأمين العام لتنسيقية أساتذة الثانوي يقول باللي في الدخول المدرسي القادم سوف يكون للتلميذ الاختيار بين التربية الإسلامية والأمازيغية، هل ينذر هذا حسب رأيك أستاذ محمد بفتنة جديدة سوف تهز وزارة التعليم التربية والتعليم تاع بن غبريط؟ أنا لا أعتقد بأن بن غبريط تخطط لأي شيء، لأن الحكومة الحالية لا تخطط لأي شيء، وبن غبريط هي جزء من هذه الحكومة، هي مجرد وزيرة في هذه الحكومة. أما